أبو محمد طرح سؤال طبعا مناقشة الإخوان أكيد أبو محمد عايشة والأستاذ عبد الخالق عايشها. إحنا الآن أيضا إحنا ما نبي نروح بالاتجاه هذا نصفي حساباتنا بالرأي هني، لأنه أنا لا أنا أعتقد إنه سؤاله عن منتخب الكويت إيش قاعد يصير فيه. هو قال صراعات ما صراعات، أنا أقول لك باختصار يا أبو محمد، يجيب واحد محطة غسيل سيارات حط ناظر مدرسة يصير لا. شو يصير بالمدرسة؟ هل قاعد حصل بالرياضة؟ ناس ما لهم علاقة بالرياضة قاعد يديرون الدفة الرياضية والمنظومة الرياضية، مو تحتاج إلى غسيل. المنظومة الرياضية أوهن من بيت العنكبوت، ما في الرجل المناسب في المكان المناسب. من اللي اختارهم جاسم؟ ما في استراتيجية. مو الجمعية العمومية هي اللي اختارتهم؟ نعم، مو الجمعية العمومية هي اختارتهم؟ نعم. ما في واحد، يعني كل التقدير والاحترام للشيخ أحمد اليوسف، ما في واحد رياضي مقتنع أن أحمد اليوسف يدير رئاسة الاتحاد. خلينا نكون واقعيين، أنا واحد منهم. يا ليش تحطها؟ بس جهد بالجمعية العمومية. أسألك سؤال. إذا الجمعية العمومية اختياراتها مو في محلها. أسألك سؤال. لازم هذا عندك شجاعة والجرأة إنك تقول نعم اختياراتي لم تكن سليمة. خلني أسألك سؤال. تفضل. أنت عضو جمعية عمومية بالقادسية، هل مقتنع بكل أعضاء من إدارة نادي القادسية؟ شيء طبيعي في خلاف. ها شيء طبيعي مقتنع يعني؟ لا مو يقول لك في شيء طبيعي انه في اختلاف عنده يعني. شيء طبيعي انه في اختلاف. طيب في هل لك صوت انك تطالب بحسنة فلان وفلان؟ ما فهمتك. عندك صوت الان وقوه تطالب بمحاسبة فلان وفلان؟ نادي القادسية منهار يا لا 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 في لا، ليس هناك وجه مقارنه. نادي القادسية غائمه تنزل وتنجح، غائمه. هذا الاتحاد مو قائمة، هذا الاتحاد من 15 عضو، لكل نادي عضو.